Good morning. I am Sand from علاء الدين private school. Hello. How are you class 3? I hope you are fine. حبيت افكركم بس يا ولاد ان احنا كنا واقفين في يونت 5 عند الفونكس. فالنهارده ان شاء الله هناخد مع بعض الفونكس بتاعت البي اتش والدبليو اتش. فوتو اليفانت. فوتو يعني صورة, اليفانت يعني فيل. البي اتش هنا سامعين صوتها ايه؟ صوتها فا. وايت يعني ابيض, ويل يعني حوت. طيب وايت ويل سمعنا صوت للاتش؟ نو, الاتش هنا جايه سايلنت. يبقى فوتو اليفانت وايت ويل. اوكي طيب لوك اند رايت بي اتش اور دبليو اتش. وير when, where يعني أين, when يعني متى. whale white, elephant photo. okay listen and count the syllables. هنسمع ونعد المقاطع بتاعة الايه الكلمة. ايه بقى الكلمات اللي فيها one syllable؟ where, when, white, wall. انا نطقتها على مرة واحدة, ما قعدتش اقول where, ما عملتش كده, هي وير مرة واحدة. تو سايلبلز فو تو, فو تو. ثري سايلبلز اي لي فانت. اوكي طيب نشوف بيج 83. هنا read about the lion. نقرأ عن ايه اللايون, ماله بقى اللايون. the lion is big and brown. it lives in the grasslands. In Africa, it eats meat. بيأكل إيه؟ لحم. وإن هو big, كبير و brown. It lives in the grasslands. بيعيش في المزارع. In Africa, الإيه؟ الأفريقية أو في أفريقيا. It eats meat. بيأكل لحم. طيب, كلمنا عن حيوان آخر. The giraffe is brown and yellow. أهي قدامكم في البيكتشر في الصورة. The giraffe is brown and yellow. It lives in the grasslands. It eats leaves. بس الزرافة بقى مش بتاكل, مش بتاكل الميت, بتاكل ايه؟ leaves. اوكي طيب نحاول يا ولادي ان احنا نجيب الصفحتين دول وتسمعوني وتحلوهم معايا وايه وتركزوا فيهم. اوكي see you tomorrow. goodbye.